سيقع على عاتق منتدى حوار المنامة وعبر ما يزيد على 400 شخصية سياسية واقتصادية وعسكرية محلية وعربية وعالمية ممن آثرت على المشاركة والتواجد فيه. معاينة ذلك الواقع المتخبط إلى حد ما الذي يلازم بعض دول المنطقة وأجزاء متفرقة من العالم، فضلا عن الوقوف والتريث عند بعض محطات تلك المعطيات الجديدة التي أفرزتها السياسة العالمية، ناهيك عن قراءة مستفيضة لملامح العلاقات العربية والإقليمية ومدى انسجامها مع العالم الخارجي. نحن ومن خلال حوار المنامة نريد التركيز على العديد من الأمور الهامة، والتي من أهمها المحافظة على استقلالية الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت مسمى الدفاع عن الحريات وحقوق الآخرين. ما سيتم طرحه من محاور هامة طيلة أيام المنتدى يرافقه إلى حد كبير رغبة مختلف المشاركين من أصحاب القرار والمختصين وحتى المهتمين النظر إلى المواضيع المطروحة من جوانب عدة، فمدارات الجانب النظري لن تكون على حساب المبدأ العملي لكل قضية على حدة. عاصفة الحزم جانب عملي، الدعم الإنساني لسوريا وللشعب في سوريا جانب عملي، الموقف لما نأتي ونتشاور ونتكلم مع الدول ونبين لهم الحقيقة ونقول لهم شو الموقف اللي احنا عليه جانب عملي، دعوة رئيسة وزراء بريطانيا للمجيء إلى البحرين المشاركة في القمة جانب عملي، فالجانب العملي كبير. رؤية موسعة تناظر مكامن الأهمية التي تصاحب حوار المنامة باعتباره منصة استوفت فيها الشروط في مقدرتها على المراجعة الفورية لكل ما قد تفرزه السياسة من أحداث هامة تشد تطوراتها اهتمام المجتمع الدولي. الكم الهائل من المسؤولين الكبار من كل دول العالم ومن الدول العربية ومن دول الخليج العربي دليل على اهتمام هذه الدول بحوار المنامة باعتباره منتدى لبحث ومناقشة كافة القضايا الإقليمية والاستراتيجية التي تمس أمن وسلامة وازدهار هذه المنطقة. أعتقد أنه فرصة جيدة جدا للقاء الخبراء، للقاء المسؤولين، للقاء ذوي الإعلام، للبحث والتطرق إلى قضايا الساعة وقضايا المنطقة، خاصة وأننا نجد أنفسنا أمام عالم متغير، عالم غير مستقر، وعالم أيضا لا نعرف ماذا سيحصل بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة. منتدى حوار المنامة مكان أمثل لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تطفو على السطح بين اللحظة والأخرى. في كل نسخة من نسخه دائما ما يثبت حوار المنامة مقدرته على انتشال جملة الحلول المنطقية من قعر محيط متنوع الملفات الساخنة التي تفرض نفسها على الساحة السياسية بالتحديد. مسؤولون وخبراء ستتهادى على عقولهم ما أمكن من الآراء والأفكار التي تتلائم وطبيعة الأحداث التي يرغب العديد منهم تفسيرها بشكل واقعي. لتلفزيون البحرين محمد الرشيدات.